رؤية أهل الشأن الكروي العراقي للمستقبل. القضاء هو اللي حكم وليس عدنان. ذهبت للدفاع عن اسمي وتاريخي اللي كنت متهم بعملية التزوير، وأنا ما كنت أتمنى حقيقة أنه توصل الأمور اللي وصلت له. كابتن، غبت يعني مدة طويلة عن العراق، البعض يسأل لماذا العودة بهذا الوقت بالتحديد؟ من خلال زيارتي أنه شعرت أنه يعني هناك رغبة كبيرة للأوساط الرياضية والأوساط الجماهيرية بأن أكون ضمن العمل في منظومة كرة القدم، وقدمت نفسي كمرشح، ولكن صارت المشاكل وإلى أن انتهت بهذه الطريقة اللي ما كنا نتمنى أنه توصل لهاي. ولكن أنا أعتقد أنه هاي السنتين كانت سنتين برغم صعوبتها، ولكن فيها حققت الكثير، أهم ما حققته حب الناس عدنان درجال. خلال اجتماعك الأخير مع أعضاء الاتحاد السابقين جرت اتفاقية على أساس أنه يستقيل جميع أعضاء الاتحاد ومقابل سحب كل القضايا اللي موجهة حضرتك بها المحاكم العراقية. هنا البعض بدأ يشكك بالنوايا، هل الهدف هو المصلحة العامة أم تبحث عن مكاسب شخصية؟ أول شيء أنا ما أجبرت، إحنا كنا متفقين على أنه يمكن كان اختلاف بالجزئيات. احنا ما انا قلت لك ما بيناتنا رابح وخسران في هذا الموضوع. الموضوع الكراسي يعني بالنسبه لي ما يعني لا يعني الكثير. هدفي انه كيف كنا نرجع نعيد بناء كره القدم على اسس سليمه من خلال نظام اساسي حقيقي، ونعطي فرصه لكل الاخوه المرشحين وكل اعضاء العامه لممارسه حقهم الطبيعي والشرعي في دخولهم للانتخابات او منح الترشيح او مرح أو التصويت على أي مرشح يختاروه. الفترة الأخيرة بدأت تستعين بنجوم الأمس مثل نشيد أكرم ويونس محمود وغيرهم من النجوم. لا، أنا بالعكس، أنه أنا ما استعينت بأحد. هم اللاعبين هم نجوم اللعبة الحقيقيين. اثنين يونس ونشيد هم كانوا أحد يعني الشخوص المعترضين وياي في محكمة كاس، بالإضافة إلى الدكتور رشاو والأخ وليد الزيدي والأخ جواد الجواد والأخ نوزاد والأستاذ محمد جواد الصايغ والأخ فراس بحر العلوم. فكانت هناك يعني عشر معترضين وياي. أي انتخابات تعاد بسبب أخطاء إدارية أو خروقات تكون انتخابات تكميلية، هل الانتخابات القادمة ستكون انتخابات تكميلية؟ لا، انتخابات كاملة راح تكون لمدة 4 سنوات، وسيعاد ترتيب أوراقها بشكل كامل من خلال اللجنة اللي راح تجي من الاتحاد الدولي ومن خلال الهيئة المؤقتة اللي راح تشرف على هذه الانتخابات. العمل على توسعة الهيئة العامة بالفترة الحالية أمر سهل بالنسبة لك؟ أنا أعتقد ضروري أنه تتوسع الهيئة العامة، ولكن يعني هذا يعتمد على توافقها مع اللوائح الدولية ومع موافقة الإخوان في الهيئة العامة على ذلك. ممكن نشاهد أعضاء من الاتحاد السابقين بالانتخابات القادمة لاتحاد كرة القدم العراقي؟ كل شيء جائز، يجب أن تحترم الخيار الديمقراطي وهذا حق مشروع للجميع.